السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير ومبسوطين وبصحة وسلامة. معكم محمد عبد الرحمن، واليوم بشرح تروفي كود 8، اللي هو إنك تذبح حجر بسكين. بسيط يعني، ما يحتاج لشيء يعني واجد. كل اللي تحتاج سكين بس. كمساعدة خذ لك فلاش ونحتاج الجير ينزل. او اصبروا ناظر، ابى افضي ذولا وبجيكم. يلا برا. باك قضيناهم بس يا ف نجي نجد عليه فلاش بس. يلا تفلشنا معه. سكين 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 سكين. لا يا شيخ، لا 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 لا. ايوه فلاش فلاش. انا ما ادري هو جاه ولا لا، بس الظاهر انه سكين سكين سكين. لا 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 لا، احنا اسفين، نمزح معك بس. فانت بلا طيح، وخذ لك هذه كوك ريفايف، ما ادري شو اسمه، كوك ريفايف كنت 7 بس هنا ما ادري. سكين 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 سكين. ايوه عشيق، خليك معي. ليه يا شيخ؟ شفت كيف تعشيقه؟ ناخذ بس فلاش. طبعا جالس العب على البي سي. ايوه كذا كويس. سكين سكين سكين. اسفين اسفين اسفين. نحتر بس السبك ذا ينزل. سكين سكين سكين. لا يا شيخ، يا اخي ما يموت، هو ودي يموت. فيلا كم يا اخي كم هو لا ينرفز. اما كم هو يلا والله هو ينرفز. ف بس اصبر خليني اكلمكم دائما. انا اذبحه، انا كلمت بسام قلت له انا اذا ودك امسك تروفيات قناتك. هو ارسل لي الله يريح، قال لي الله يريحك على ما اظن. اوكي وكذا راح يطلع لك تروفي ومبروك عليك. طبعا انا قاعد العب كود 8 مكركه، فما في تروفيات، لان هي اصلا لعبه ما تستاهل ان تنشري. فهذا كان تروفي، وراح احط لكم صوره للتروفي بنهايه المقطع. راح ادور بجوجل الصور ذي، ما ادري شو اسمه. واي واحد يبي تروفي في اي لعبه يكتب الكومنت، وان شاء الله راح اقرا الكومنتات. وهذا كان كل اللي عندي، ولا تنسوا تشتركون بقناتي. يلا هذا كان كل اللي عندي، كان معكم محمد عبد الرحمن، السلام عليكم.